الحياة فهم. الحياة فهم. زهرة الحياة. مقيمة في بلجيكا. صاحبة اللي بعثنا مبادرة القيروان تتنفس واللي إن شاء الله معناتها بدينا ديجا في المواد جوان، جينا باش نعاونوا القروين في المحنة متاع جائحة كورونا. بعثنا برشا دي كونسنتراتور وتوا هذه معناتها برشا دفعات، وهذه الدفعة من الدفعات الأخرى اللي بقاو منهم دي كونسنتراتور دي ليتر فيت بور لي زوبيتو، هما أساسا ماهمش يعني بور يوتيليزاسيون فاميليال. واليوم ان شاء الله معناتها مش نوزعوا البارتي هذه للمعتمديات، خاطر فما برشا مستوصفات وفما برشا مستشفيات اللي ناقصين، وان شاء الله فما زيادة دفعة اخرى قادمة مش نحاولوا نغطيوا المعتمديات كاملين. احنا خاطر لاحظنا من زيارة هذه زيادة كان فما زيارات ميدانية صغيرة باش نشوفوا نعملوا ايطا دي ليو نتاع النواقص في المستشفيات نتاعنا، خاصة في معناتها المناطق النائية، وان شاء الله فما مشاريع اخرى جايه منها. خاطر احنا معناتها هذا واجب، هو اصلا كنا كان تحمس من اولاد القيروان الكاملين ونحب نشكرهم كاملين، معناتها نحب بدون ذكر اسماء، خاطر كان عمل تطوعي وكان فما حب كبير للقروان. ونتصور انه اليوم في ازمه كما هذه في اطار ازمه اقتصاديه واجتماعيه وكل شيء مش نكملوا الواجب هذا، حتى كان هو بدا في ازمه كورونا، ولكن اليوم من واجبنا باش نزيدوا بغض النظر على الوضع السياسي ولا انه في العمل الاجتماعي لازمنا باش نكملوا هذا في معناتها العمل الخيري، وان شاء الله نواكبوكم مشاريع اخرى قادمه. Donc voilà, je suis Adam, je suis à la base directeur financier d'une entreprise à Luxembourg, j'habite en Belgique. Oui, je suis tunisien de cœur, donc ça fait maintenant presque 12 années que je viens à Kérouan plusieurs fois par an. Et quand le Covid a commencé, on avait à cœur d'apporter notre soutien, notre aide. Et c'est quelque chose qu'on a essayé maintenant depuis 2 ans continuellement. Donc maintenant avec l'arrivée encore de quelques concentrateurs. Ou Inch'Allah on aura d'autres projets. On veut se focaliser sur tout ce qui est médical également, l'enseignement, l'éducation, deux domaines importants. Donc Inch'Allah dans les prochains mois, prochaines années, on va mettre en place d'autres projets et essayer d'aider Kérouan le maximum. Donc Alhamdoulilah, في إطار برنامج القيروان تتنفس اللي تم عمله وقت اللي لمينا دي كونسنتراتور دوكسيجين وزعناهم على جهة القروان، هذه تواصل الحملة ذيك اللي قمنا بها في إطار القيروان تتنفس مع بالتعاون مع الجمعية الطبية بالقيروان. اليوم ثم 5 مكثفات تاع أكسجين بقوة 10 لترات تحضيرا لتوزيع على المستشفيات في ولاية القيروان، وتحضيرا إن شاء الله ربي يستر ما نسحق لهمش في موجة أخرى من الكوفيد. خضر الحرافي أمبولونسي، اليوم سلمنا كونسنتراتير من الجمعية الطبية بالقيروان لفاية المستشفى المحلي بوحجلة. نشكركم ويعطيكم الصحة. الحياة فهم. الحياة فهم. زهرة الحياة.